كريم كابتن اسامه، منوره بحضرتك دايما. طمنا بقى، امبارح بعد المباراه جماهير النادي الاهلي كلها قلقت شويه، اصابه حسام حسن حتى شفناه بيبكي بعد وهو خارج، الناس كلها اتخضت. امبارح علي معلول برضو في اخر المباراه مسك العضله الضامه، طمنا على حسام حسن وعلي معلول. والله يا كابتن، هو الحمد لله الحمد لله، يعني هو المباراه امبارح كانت حماسيه بزياده شويه، وكان فيها برضو يعني الاحداث بقى بالنسبه لنا احنا كاصابات برضو كانت احداث حماسيه شويه بزياده. انما الحمد لله والله، احنا بعد ما خلصنا المباراه على طول جينا بقى على القاهره وطمنا على اللعيبه بتاعتنا، الحمد لله الامور كلها مطمنه. يعني هو بالنسبه لحسام كان خد اصابه كده بعد ما نزل بحوالي 5 دقائق او 6 دقائق، كان في التحام وكان خد اصابه في القدم او في الساق من الجزء الداخلي، ودي ادت ان الركبه اتفردت بزياده شويه. الفرده اللي بزياده ديت حصل زي كدمه في المفصل نفسه، الحمد لله الكدمه بعيده تماما عن الاربطه والغضاريف، وده اللي احنا اتاكدنا منه بعد ما عملنا الرنين اول ما وصلنا القاهره. هي في الاخر كدمه شديده شويه، انما يعني اقصى تقدير ان شاء الله باذن الله احنا بنتكلم في اسبوع 10 ايام وينتظم ان شاء الله باذن الله معانا. وكان معانا في النادي النهارده، بدانا مع البرنامج بتاع العلاج الطبيعي، الحمد لله برضو الفحوصات النهارده كويسه جدا اللي احنا عملناها له، مبشره طبعا. جدا جدا. ويعني اصابه الحمد لله بسيطه على غير اللي كان ظاهر او كان باين طب قدامنا يعني. الحمد لله. بالنسبه لحسام الحمد لله حسن بفضل يعني ربنا اسبوع يعني. 10 ايام، امبارح اجريته الاشعاعات كلها الامور مطمئنه الحمد لله. علي معلول بقى يا الحمد دكتور. لله كده. علي كان برضو قبل نهايه المباراه بحوالي 5 دقائق كده، او قبل نهايه الوقت الاصلي بخمس دقائق في الدقيقه تقريبا كانت 85، كان بدأ يشتكي ببعض الآلام البسيطة كده اللي بدأت تزيد في الجزء بتاع المنشأ بتاع العضلة الضامة من الحوض من فوق. طبعا استدعيناه عشان نشوفه، وقال لا، كان خلاص احنا كان التغييرات طبعا ما كانتش متاحة. طيب أخبارك إيه؟ لا أنا هتحامل شوية وهكمل. كان طبعا الشكل الظاهري في البداية يعني إن هو إن شاء الله حاجة بسيطة يعني. زي ما حضرتك شفت بقى ان علي يكمل وحتى شاط الضربه الحره، والحمد لله رب ربنا كرمنا بيها وكانت يعني سبب الفوز بتاعنا. بعد المباراه شفته، اطمنا عليه، عملنا له شويه اختبارات كده، كانت برضو الى حد كبير كانت مطمئنه. الالم ما كانش شديد قوي. بعد ما وصلنا القاهره كان الالم بدا يقل شويه، كويس. عملنا له برضو الرنين والحمد لله الرنين طمنا تماما ان ما فيش، الحمد لله الاصابات العضليه اللي احنا بنخاف منها ان يكون في مزق او الحاجات ديت مش موجوده. هو مجرد اجهاد في انت عارف في المباريات اللي علي بيلعبها برضه كتيره ومتتاليه، سواء معانا في الاهلي سواء مع المنتخب التونسي، فده بيؤدي لان في حاجات ليها علاقه بالاجهاد اكتر ما يكون طبعا ليها علاقه الفتره اللي فاتت بالاصابه يعني. توقف دولي، معظم او كل لعيبه النادي الاهلي بتلعب مع منتخبات بلادها، رجعت على ضغط مباريات في 3 ايام في اسبوع. دي حقيقة. وبعدين يعني زي ما حضرتك بتشوف كده علي لا يتوانى في الملعب يعني، حقيقة. يعني مجهوده عالي جدا، وده بيخلي فيه مجهود بقى مننا احنا بزيادة كمان ان نخلي درجة الاستشفاء بتاعته تكون اعلى ما يكون، ومجهودات من طاقم العلاج الطبيعي والتأهيل، يبقى كده بحيث بنطمن ان جمهور النادي يعني الاهلي، نحاول نتفادى بنطمن جمهور النادي الاهلي على لسان الدكتور احمد ابو عبله اللي معانا دلوقتي على الهواء، حسام حسن وعلي معلول ان شاء الله خلال اسبوع 10 ايام يكونوا متواجدين في الملعب، الامور بسيطه إن شاء جدا. الله إن شاء دكتور الله. عايز اسالك برضو عن حاجه تانية، ما شاء الله في تطور في الملف الطبي بشكل كبير جدا في النادي الاهلي. شفنا في بدايه الموسم بيرسي تاو اصابه مزق في العضله الخلفيه او في عضله الضمه، كنا بنشوف الكلام ده قبل كده ممكن يقعد بـ3 شهور ولـ4 شهور، ما شاء الله في خلال 3 أسابيع شفنا بيرسي تاو متواجد في الملعب. والله هو يعني في الأول فضل من ربنا الحمد لله يعني، ويعني زي ما أي حاجة في الدنيا بتتطور، إحنا كان لازم برضه يبقى في خطة للتطوير عندنا في الجهاز الطبي. واللي أنا عايز أقوله لك كابتن أسامة إن الخطة ديت كانت بادئة من قبل ما أنا أكون موجود كمان. يعني كان الدكتور خالد كان بدأ فعلا في خطة التطوير. كان التنفيذ بقى، وان احنا نبدا ندخل الاجهزه الجديده وندخل الاساليب الحديثه ديت اللي احنا بداناها من اول الموسم اللي فات. طبعا يعني فضل من ربنا ودعم مجلس الاداره لينا، دعم الكابتن لينا الدكتور محمد شوقي، يعني عايز اقول لك كابتن اسامه ما كانش في حاجه بنطلبها الا وكانت بتقابل يعني بالترحاب، مش هقول لحضرتك بالمناقشه حتى. كويس. ف
ده شيء فالحمد لله جيد الحمد طبعا. لله. اه يعني الاجهزه الجديده ساعدتنا، التطوير في الاسلوب وفي الاداء في الجهاز الطبي ده برضه ساعدنا. كل حاجه بقت متاحه وتحت ايدينا، من اول التشخيص لغايه العلاج لغايه الحقن، الكوادر نفسها اللي موجوده في الجهاز الطبي الحمد لله بقت يعني او يعني على اعلى مستوى دلوقتي. فكل ده في الاخر بيؤدي النتيجه الحمد لله الى حد ما كويسه، ويا رب نستمر على ده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. هنا في قناه الاهلي قلت حاجه بالنسبه لمباراه الزمالك اللي احنا فزنا فيها 5، اشدنا ببيتسو موسيماني، اشدنا بلعيبه النادي الاهلي، ودلوقتي بقى اشيد بالدكتور احمد ابو عبله والجهاز الطبي بتاعه، جماعه المعاونين كلهم معاه في تجهيز واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي وقتها، محمد الشناوي. محمد الشناوي يعني كل الناس قالت ممكن ما يلحقش مباراه الزمالك لاصابه كبيره، ممكن ما يكونش متواجد، لكن دور الجهاز الطبي، دور الدكتور احمد ابو عبله كان متواجد، وكان يعني ليه دور مهم ومؤثر في مباراه القمه. عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا بنسابق الزمن يعني، كويس. يعني من الاول اول ما حطينا خطه العلاج بتاعتنا في الحقيقه برضه عشان نكون واضحين، احنا كنا مستبعدين ان الشناوي يقدر يشارك في مباراه الزمالك. انما كان الهدف بتاعنا ان احنا نجهز الشناوي في اسرع وقت، سواء بقى هيلحق مباراه الزمالك مش هيلحق مباراه الزمالك، احنا هنعمل شغلنا وفي الاخر يعني اللي ربنا رايده بقى يكون. يعني وصلنا لمباراه الزمالك ولقيناه جاهز، وصلنا قبل مباراه الزمالك ولقيناه جاهز يبدا ينزل الملعب ويشارك. طبعا ده كان يعني بيقابله او بيتماشى معاه ان كان في اصرار شديد جدا جدا من الكابتن محمد الشناوي ان هو يكون متواجد. فده كان مساعدنا كتير قوي، يعني ده كان مخلينا قادرين نشتغل بحريه اكتر، ما كانش في حاجه يعني ما كانش في وقت عنده بيضيعه، ما كانش في وقت نقول له مثلا هنعمل علاج طبيعي الصبح، هنعمل بالليل، هنعمل مرتين، هتيجي علشان هنعمل حقن بلازما مثلا، هنشتغل تأهيل مع العلاج الطبيعي، لا يعني كان مساعدنا تماما. والحمد لله الالتئام حصل في وقت قصير جدا، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا والمجهودات بتاعت الفريق الطبي كله. لقينا الحمد لله الامور مطمئنه، الاختبارات بتاعته بدات تتحسن كتير جدا، الاشعاعات بتاعته بدات تبقى مطمئنه جدا. طبعا بيبقى في ريسك طبعا، اي اصابه عضليه احنا بننزل اللعيب الملعب وفي ريسك اعاده الاصابه ممكن يوصل ل 20%، ده لما بنعمل كل حاجه صح. لما بنعمل له العلاج الطبيعي وياخد المده بتاعته اللازمه ويعمل التاهيل بتاعه وكل حاجه مظبوطه 100%، برضه في نسبه اعاده للاصابه بتكون موجودة. بس ممكن الحمد تكون لله زيادة دلوقتي، شوية، إنما الحمد لله الحمد لله حتى جماهير النادي الاهلي دلوقتي بقت مطمنه في هذا الملف، الملف الطبي، حتى لا قدر الله لما لعيب بيتصاب يعني الامور بقت افضل بكتير من زمان في نسب عوده اللاعب مره اخرى. دكتور عايز اكلمك برضو، يعني الفتره اللي فاتت في توقف دولي، في مباريات مضغوطه، رجعنا على 3 مباريات في اسبوع في 7 ايام. ابتدت الاول بمباراه المقاولين يوم الجمعه، يوم الاثنين غزل المحله سفر، نرجع مباراه سموحه. النادي الاهلي دلوقتي موجود في اجهزه الاستشفاء بشكل كبير، النهارده ان اللعيبه يعني حتى مع ضغط المباراه دي ممكن اللعيبه ترجع بكامل قوتها، الحمد لله كل الاجهزه دي موجوده في النادي الاهلي. الحمد لله كابتن كل حاجه موجوده عندنا، نقدر نقول انها هتساعدنا في الجزئيه بتاعه الاستشفاء. برضو اللي انا عايز اشيد بيه طبعا هو دور مخطط الاحمال. كويس. اللي بيقدر ينظم ده، يعني انت عشان تنظم حمل لاعبين ومواعيد الاستشفاء بتاعتهم دي صعبه قوي، ان انت تحصل على اداء كويس من غير ما يحصل اصابات او باقل قدر ممكن من الاصابات. فلا معانا مخطط احمال كويس جدا، متفاهم جدا، متعاون جدا جدا، بيسمعنا كويس قوي واحنا بنسمعه برضه كويس قوي، بيبقى في تنسيق ما بيننا على مستوى عالي جدا في موضوع الاستشفاء، وفي موضوع احنا امتى ناخد راحات، في موضوع امتى التمرين بالنسبه لبعض اللاعبين يكون مختلف شويه عن اللاعبين الاخرين، يعني مش كل اللعيبه بتاخد نفس الانتنسيتي، مش كل اللعيبه بتاخد نفس الوقت بتاع التمرين، بحيث ان احنا على قد ما نقدر نهتم بالتفاصيل الصغيره اللي تحافظ ان اللعيبه ما توصلش لمستوى عالي من الاحمال يؤدي الاصابات في الاخر. اخيرا يا ده دكتور، مهم قوي. اخيرا عايزين نطمن منك على محمود متولي من الناحية الطبية، جاهز بنسبة 100%، والأخبار محمود متولي إيه؟ محمود جاهز بنسبة 100%، يعني
مشاركة محمود متولي ده يعني إن شاء الله هو أمر فني، إحنا بالنسبة لنا طبيا وبدنيا محمود جاهز تماما الحمد لله. وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى لك كل التوفيق مع الجهاز الطبي. فعلا دكتور أحمد أبو عبلة عامل شغل هايل مع الجهاز الفني وكل جهاز الإداري بقيادة أيضا كابتن سيد عبد الحفيظ، نتمنى لكم التوفيق خلال الفترة اللي جاية. نروح لفاصل، بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية.